عاشق منو خليف؟ والله عاشقكم انت حبيبي، واحنا نعشقك والله. رايك بالحمر بس؟ فالنتاين داي اليوم عندنا. والله نترك كيفي احسن من ليفربول. حبيبي حياك الله، الف مبروك الف مبروك يا خالد، تستاهل تستاهل والله. اي طبعا. الو الو رغد، رغد الو الو رغد، انقطع الاتصال. انت تقول انقطع الاتصال؟ طبعا الاتصال. طبعا مشاهدينا الكرام، نذكركم بس للتذكير فقط لا اكثر ولا اقل، على ما يجهز الاتصال، هذه مسلسل اغنيه مسرحيه، مسرحيه بين الكلمتين اللي تكون واو وا أو ولا واو. هذه احنا شو نقول، واو الواو بين الكلمتين تصير وا وا. حلو زين. هذه الف ولام اسم على على في او فوق ومن 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 و اللخ اللخ اللخ. جهز الاتصال مخرجنا ولا الحين؟ ايش اقول؟ جاهز اتصال؟ انت تقول جاهز جاسم؟ زين جاهز اتصال. ها رغد. الو يا هلا. الو الو رغد. نعم. مساء الخير. مساء النور. عيدك مبارك. ايام سعيده. شلونك؟ الحمد لله. ايش فيك مرتبكه؟ نعم. ليش مرتبكه؟ ما في شيء. اكيد اكيد تبين تفوزين معانا؟ اي اكيد، لانه ما عندي حد كبير. حلو زين، شنو اسم البرنامج؟ شنو؟ كاش مو بلاش. كفو والله على راس. عندنا رغد، عندنا كم رغد. جمعتي؟ كم عيدية حصلتي للحين؟ 30. 30 بس؟ لا. يلا احنا بنعطيك عيدية اليوم، راح تفوزين راح تفوزين. عندنا رغد، عندنا تراتش الماس، وشنو عندنا ابو جاسم؟ عندنا تلفون سمنس ارضي، وعندنا ايجار، عندنا تذكرة سفر كويت دوحة كويت، وعندنا غامة فندق واشتراك دي اس ال. لا تراتشي الماس. تراتشي الماس. يلا يا رب. تبين حق منو التراتشي؟ حق امك. حق امك الله يخليها ان شاء الله. جاهزة؟ اي يلا تختارين. اختار اسهل شيء. اختار لها اسهل شيء. تستاهل. يلا تستاهلين ان شاء الله. تعرفين قواعد اللعبة ها؟ اي. هذا شنو؟ مسرحية. مسرحية. كلمة واحدة. اوكي اوكي شوفي الحين شنو الحين. انا خاشم صح؟ مخشوش. خاشم الحين صح؟ اي. سويت كذي شنو يعني؟ على شنو؟ مكشوف. على المكشوف. قولي على المكشوف. قولي على المكشوف. على المكشوف. على المكشوف. شنو؟ على شنو؟ على المكشوف. على المكشوف. على المكشوف. على المكشوف. اي شوفي، يمكن مو على المكشوف، يمكن على الكشف. الكشف. لا لا رغد رغد ثبتي على اجابه واحده، يا على المكشوف يا على الكشف، شو تقولين؟ ما في حد منك يساعدك؟ على المكشوف. على المكشوف. إيه؟ على المكشوف. خلينا نشوف. ايوه فاز او فاز. ايوه فاز او فاز. ايوه فاز او فاز. ايوه فستي فستي. ايوه فستي فستي. ايوه الف مبروك تراتشي الماس. تستاهلين. الف مبروك لك رغد. غني عن العيد، عندك اغنيه عن العيد؟ غنيها لنا. لا زين. لا افا زين. جاسم مو حافظه اي اغنيه؟ حافظه شويه من الاغنيه. يلا قولها. يلا عيد يا سعيد. اي والله يا سعيد عيد. هلا والله. ميل لك ميوله. هلا والله. نعمل لك تبوله. اي والله. الف مبروك رغد. تستاهلين حياك الله. تستاهلين والله تستاهلين. معنا اتصال ونقول الو. علي. الو. نعم. علي. هلا. الو. الو وياك. علي قصر على صوت التلفزيون ابو حسين. قصر. الو وياك. علي مطر. الو وياك. قصر على صوت التلفزيون. ان شاء الله. والله حلوه اغنيتنا. عيد. الو. الو. اي والله. الو وياك. يعطيك العافيه علي. الله يعافيك. شلونك طيب ان شاء الله؟ على خير ان شاء الله. كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. سلامة. شلون العيد وياك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. انا علي مطر مار علي هالاسم، بس قول لي اي ولا لا. علي مطر سنترال العرضية؟ نعم. علي مطر سنترال العرضية؟ لا يا ابو حسين. وين جاتني بعد سنترال؟ حبيبي. لا في واحدة اعرفها يعني كانت عندي معاملة مرة بسنترال العرضية واسم الشخص علي مطر. فسأل أوجه له تحية طبعا، ولك تحياتنا وعايد عليه،
وكل عام وهو بخير وانتم بخير يا علي مطر. يلا سميك نفس الاسم. ابو حسين تفضل. عندنا تليفون سيمنز ارضي وتذكره سفر كويت دوحه كويت اقامه فندق مركز المؤتمرات والرويال سويد ثلاث ليالي لشخصين واشتراك دي اس ال بسرعه 1 ام بي لمده 6 اشهر. شو اللي تختار هديتك؟ اي هديه تبيها؟ ما في كاش عندكم؟ لا الكاش قبل شوي راح. راح الكاش ان شاء الله بالويكند ان شاء الله. برنامجنا مستمر يوم الجمعه طبعا الساعه 1 بالليل وان شاء الله يكون من نصيبك. خلاص تذكره سفر. تذكره سفر كويت دوحه كويت. يلا ابو حسين. يلا. دام فضلك اخوي. اختار كرتك. اي كرت؟ هذا السابع اليمين. هذا؟ السابع اليمين. يلا يلا. اي نعم. يلا. طبعا اذا سوينا لك كذي يعني الف ولام قبل الكلمه. اوكي؟ ترى الاسم غلط. علي عطيه مو علي مطر. علي عطيه يا جماعه مو علي مطر. علي عطيه. نعتذر لك اخوي علي. لا عادي عادي. سموحه طال عمرك. الربح دبل كذي عليكم. يلا. اخوي علي. تفضل. يلا. عارف قواعد اللعبه وحافظ قواعد اللعبه؟ اي نعم. يلا جاهز ويانا؟ وياك. يلا. شنو هذه؟ مسلسل. هذه شنو؟ مسلسل. مسرحية. نضيع الريال. اوكي. مسرحية. اوكي، كلمتين. تركيز يعجبني التركيز طبعا، انا جاسم يعجبني التركيز. الكلمة الأولى. الكلمة الأولى. قول الكلمة الأولى. شنو فيها أول شيء؟ ألف. ألف ولام. أي نعم. شوفه قاعد كذي وبيده شنو؟ مطرقة. محكمة. شنو؟ القاضي. اوكي، الكلمة الأولى القاضي، الثانية شنو؟ القاضي شنو؟ ما أدري. أرض أرض. القاضي شنو؟ أنا قاعد أقول لك شنو؟ القاضي القاضي شنو؟ قلتها لك. قاضي المحكمة. لا، القاضي وهذه شنو؟ القاضي القاضي شنو؟ القاضي قاضي شنو؟ أنا قاعد وين؟ مثل يعني؟ شلون؟ مثل مثل هو قاضي الارض. شنو؟ قاضي الارض. وليش زعلان؟ ما يحاكيني خسرا زعلان ما يحاكيني. وليش زعلان؟ ما يحاكيني خسرا زعلان ما يحاكيني. ما يحاكيني ما يحاكيني. طبعا قلنا لك قاضي. القاضي مو ارضي. طبعا قلت لك انا مثل معروف. قلنا لك القاضي ثاني معروفة راضي. القاضي راضي ما عليه. أبو حسين طبعا ما خسرت ويانا، ربحت معنا اشتراك دي أسأل مدة ثلاثة أشهر ومبروك. في اتصال ونقول ألو. ألو فهد. ألو. مساء الخير يا فهد. مساء النور. عيدك مبارك فهد. هلا عليك. تبارك. شو أخبارك فهد؟ طيب. طب حالك؟ أنت تعجبني صراحة. تسلم. أقصر. أي والله أنت تعجبني طال عمرك. أن مركز معانا وداش علي حامي. جاهز؟ فهد. هلا. قبل لا نبلش كم حصلت عيادي امس واليوم؟ امس واول امس واليوم وكل يوم. ما والله ما حصلت يعني مو وايد. كم تقريبا 60 70 80 شوي والله. لا شوي. وين طيرتم زين؟ كم يعني 60 70 80 يعني؟ ما حسب. لا تقول لا تقول يعني وايد ما شاء الله. لا تقول لا تقول. اذا ما حسب وايد. يعني وايد. اي وايد. زين وين طيرتهم؟ النص الاولاني وين طيرته؟ وين؟ بلاي ستيشن؟ لا مو بلاي ستيشن. بقيات مأجر. مبين من صوتك. مبين من صوتك مأجر بقيات. لا مبين من صوتك مأجر بقيات. لا مو بقيات. مو بقيات. هاي رحت الترفيهية. ايه. جاهز؟ رحت الترفيهية؟ ايه. زين ما رحت الشعب للحين؟ ما رحت؟ لا لا. زين رحت مطعم؟ تغديت بمطعم؟ تعشيت بمطعم؟ رحت مطعم اكيد بعد صح؟ ايه اكيد. طيرت فلوسك هناك خلاص ما بقى شيء عندك عشان كذي. جاهز؟ اي جاهز. جاهز؟ ايه. تعرف قواعد اللعبه صح؟ ايه. ووتر تختار معاي؟ شكرا. تسلم. يلا اختار معاي. اخر واحد على يدك اليمين. اول واحد على اليمين هذا؟ احمد العدواني يمسي يعني. عليك بالخير. هذا اول واحد ها؟ اوكي. ايه. اذا قلنا لك كذي شنو يعني؟ هلا؟ كذي شنو يعني؟ ها الف لام. الف لام حلو. هذه شنو؟
ماري. هذا شنو؟ هذه مسرحية. مسرحية. لا لا ركز معاي. لأن بلش الوقت. كلمتين. ثاني كلمة فيها ألف ولام. إيه. شنو هي؟ ألف لام. إيه هذا شنو؟ قلب. غير القلب شنو؟ القلب. غير القلب يعني قلبه في شنو؟ في مشاعر، في حب، وفي الله. مشاعر. الحب. الحب. إيه. زين. الحب. أول كلمة. الحب الأولى صح. خليك ويا محمد. أول كلمة. بسرعة الوقت شنو هذا؟ الحب. شنو هذا هني هني بسرعة؟ طريق الحب. شنو؟ طريق الحب. لا شارع يبقى شارع الحب. شارع الحب. شارع. خسرت. خسرت. راح 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 عليك الوقت. أنت بطيء. أنت خسرت. أنت خسران. شوف أنا رايح الحين ماشي جاسم. خلك خلك خلك. رايح شارع الحب. شارع الحب. اسمه شارع. مسرحية. مسرحية شارع الحب. الحب. العام هذه مو السنة الحين ماكو شارع الحب الحين في بخيت وبخيتة ومسرحيات وايد. اي حلوين طبعا صراحة. ما عليه ما عليه يا فهد. ما عليه. خسرت ويانا ربحت معنا اشتراك دي اس ال. مخرجنا لو نذكر المشاهدين بصورة اليوم. خلينا نشوف صورة اليوم. نشوف صورة اليوم. صورة اليوم من هي او من هو؟ الله بس الفلوس يا حسين بس الفلوس. فنان سعد الفرج. نعم. ولا عبد الحسين عبد الرضا. لا. ولا الفنان الراحل خالد النفيسي. لا. انا اقول سعد الفرج. 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 انا اقول بعد سعد الفرج. طبعا طريقه المشاركه مشاهدينا وحبايبنا وين ما كنتوا كاف سي بالانجليزي مسافه الاجابه الصحيحه على الارقام الموجوده عندكم على الشاشه. بجاسم معاكم فاصل ونواصل. حلوه الحركه. مشاهدينا وحبايبنا رجعنا لكم من جديد. وين كاميرتي؟ كايمينك. لونك. اي كاميرتي. شكرا نهار. شلونك؟ طبعا معنا اتصال. الو. خلينا نشوف سؤال الحلقه ونرجع لكم نشوف الاتصال. من هو الامير الراحل صاحب فكره انشاء مجلس التعاون الخليجي؟ من هو الامير الراحل صاحب فكره انشاء مجلس التعاون الخليجي العربي؟ الشيخ يابر الاحمد يابر الصباح، ام الشيخ احمد اليابر الصباح، ام الشيخ عبد الله السالم الصباح؟ طبعا طريقه المشاركه كاف او سي مسافه الاجابه الصحيحه على الارقام الموجوده عندكم على الشاشه. زين 9-3-3-1-2 وطنيه 1-5-2-2-1 يلا قول فيفا 5-0-1-2-9 صح. طبعا معنا اتصال نقول الو. خلينا نشوف الجوائز الكبرى. طبعا الجائزة الكبرى الأولى رحلة خاصة بطيارة خاصة تاخذكم من الكويت لدبي طبعا وتوديكم دبي. ايه وبعدين؟ وبعدين ينطرهم لوموزين. ايه وبعدين؟ توديهم الفندق. وبعدين؟ والفندق مو غرفة. و1000 دينار كاش. لا الغرفة خليني أقول مو غرفة. لا سويتس. شلون؟ سويتس. هذا هو. سويتس. وخلنا نشوف معكم الجائزة الثانية الكبرى. سيارة كامري 2010 مقدمة من تلفزيون شاهد طبعا لونها ملكي أسود مع تحياتي للملكي والزعيم. وخلنا نشوف معاكم اللي لقلق يلقلق طقم الماس. طمق 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 أمس قالها طمق أبو جاسم حمود طمق الماس يلقلق. طبعا تحياتنا للحبيب اللي مو نايم الظاهر سبيتهم هني بالاستديو عبد الناصر مساعد مصور. صباح الخير. ازيك يا باشا؟ معنا اتصال ونقول الو. ابو بدر. الو. ناصر يا ناصر قصر صوت التلفزيون يا ناصر واسمعنا من سماعه التليفون. هذا مثلنا بكاش مو بلاش عشان لا ينقطع الاتصال عشان نسمعنا عشان نسمعك عدل. ناصر شلونك؟ الله يسلمك. مسي عليك بالخير وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك. هلا حبيبي عيدكم مبارك. ايامك سعيده. أيام ان شاء الله. سعيد ان شاء الله. ناصر. هلا والله. عندنا تليفون سيمنز ارضي وإقامة بفندق لثلاث ليال مدة ثلاث ليالي لشخصين مركز المؤتمرات والرويال سويت واشتراك دي اس ال بسرعة 1 ميجا بايت لمدة 6 اشهر. الكاش خلص راح يا ناصر. يلا اي والله بالويكند ان شاء الله. طبعا برنامجنا مستمر وراح يكون كل يوم بعد كل يوم الجمعة ليلة السبت الساعة 1 بالليل. يا اي شيء منه. شو اللي تبي؟ اختار. اللي يجي شو اللي تختار؟ الفندق. الفندق. فندق. إقامة فندق. ثلاث ليالي ترى شغل عدل مركز المؤتمرات والرويال سويت.
يلا حبيبي اختار كرتك يا ناصر يا ابو بدر.